ركز على صوف، لان انا بتعب يا جماعه، بتعب فعلا. رعوني رعوني، الله يخليكم، بتعب. اوف، وادي الرز وادي الزلط، مش حب، مش عايز اكل رز. رانيا، هو انت مش هتخرجيني النهارده زي ما وعدتيني يا حبيبتي ولا ايه؟ والنبي عادل يا حبيبي، سيبني في اللي انا فيه. طب جبتيلي كريم الشعر اللي قلت لك عايزه؟ يا عادل، انا في ايه ولا في ايه دلوقتي؟ وانت بتعملي ايه بالورقه اللي معاكي دي؟ برتب شويه افكار هتخلي البازار ده بازار الاحلام. انا حاسس انه هيبقى كابوس الاحلام. انا تشوفي يا حبيبي افكاري هتوصلك لايه. انت محسساني ان هرجع لاقي متحف. بص يا عادل، انا مؤمنه بحكمه بتقول ان اللي بيقول ما بيعملش واللي بيعمل ما بيقولش، وانا مش بقول علشان انا لسه بعمل ولسه ما عملتش ومش هقول غير لما اعمل. ايه ده ايه ده ايه ده، هي دي حكمه ولا فزوره؟ ماما ماما، بقول لك ايه، عايزه مصروفي. ايه ده يا ياسمين يا جميله، معقوله هتاخدي مصروفك من ماما وبابا موجود؟ هاتيلي البوك، قصدي هاتيلي المحفظه. هو انت خدت مصروف من ماما؟ عاجبك كده يا رانيا؟ شايفه الكلام اللي ياسمين بتقوله؟ خدي يا ياسمين، خدي حبيبتي. يلا يا ستي. رانيا انا لسه ما خدتش. خدي يا ياسمين، ادي لبابي. انا خدت يا ابا. عادل عادل عادل، في واحد بره عايزك، اسمه خوفو. اسمه المعلم خفرع. خوفو خفرع اهرامات وخلاص. طيب بدل ما توقفي الراجل بره، خليه يدخل ويقعد في الصاله واعملي له حاجه، بدل ما انت واقفه زي ابو الهول كده. يا ابو الهول. طب بس افك الجبس واملك. اهلا 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 يا معلم خفرع. اهلا 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 يا حبيبي، يا اعز واعرق صديق ليا. ربنا يخليك. ازيك يا عادل؟ الله يسلمك، اتفضل اتفضل. الف سلامه. والله يعني تعبت نفسك بزيارتك لينا دي، يعني مش معقوله يعني. لا والله انا اول ما عرفت اللي حصل ده فرحت، قصدي زعلت، وقلت واجب اني اجي ازورك واقعد اطمن عليك ساعتين ثلاثه خمسه سته عشره زي ما انت عايز. يا نهار ابيض، ده واضح ان حضرتك فاضي يعني يا حاج. يعني هو فعلا يا بخت من زار وخفف، لكن حضرتك هتقعد معايا 10 ساعات ايه على ما تخلص البرتقال اللي انت جايبه؟ برتقال؟ ده تفاح، تفاح امريكاني. تفاح امريكاني. ده تلاقي فيه بوش بقى. ايه بوش؟ يبوشك في الفلوس ب 15 جنيه الكيلو، ولما تروح بعد ما تشتريه ما تلاقوش تفاح، تلاقي زي ما انت قلت برتقال. عموما يعني متشكرين جدا والله يا حاج خفرع، مش عارف يعني نردها لك ان شاء الله في الافراح. لا لا، مش عايزك تردها لي، استنى بس لما تشوف انا جايب لك ايه تاني. ايه؟ جايب لك معايا احلى هديه، هديه 100 100. ايه ده، تمثال رجله مكسوره؟ بالمناسبه هو رجله مكسوره وانت رجلك مكسوره، يبقى الرجلين مكسورين. نردها لك ان شاء الله واجيب لك تمثال رقبته مكسوره. فكرتني بالواد ابني الشقي، دايما بيكسر رقبتي. راح اتجوز من ورا مني، اتجوز واحده رقاصه، وجارته اتجوزها كده، لا عرفي كمان. اتجوزها عرفي؟ انا نسيت صحيح يا معلم اعرفك بالمدام، رانيا مراتي، بس متجوزها على سنه الله ورسوله، مش عرفي ولا حاجه. الحمد لله. اهلا يا معلم، نورتنا وشرفتنا. لا لا، انا بشرف بس، انما النور منك انت، انت اللي نورتين. ما قلتليش اخبار التماثيل اللي انا طلبتها منك ايه؟ موجوده ومركونه عندي بقالها فتره طويله، لدرجه انها ادمت قوي، يعني بانت انها اثريه بحق حقيقي. بس بيني وبينك يا استاذ عادل، انت مش عاجبني في شغلك اليومين دول، مش عاجبني. ما هو ده راجع حضرتك للاسلوب التقليدي السريالي اللي بيتعامل بيه عادل مع اداره الشغل. ايوه، انا عايزاني اعمل ايه يعني؟ اجيب الزباين بمطوه من قدام باب البازار اخليهم يشتروا بالعافيه؟ انا رايي ان احنا نواجه تحديات السوق بان احنا نطور من نفسنا عشان نبين تفردنا في السوق. ولو اني مش فاهم حاجه من اللي قلتيه، انما كلامك 100 100 يبقى مظبوط. هدي لحضرتك مثل، ايه رايك مثلا واحنا بنبيع اي تمثال ننزل معاه دفتر عناوين وارقام تليفونات شركه السياحه والطيران والفنادق، وفي نفس الوقت كمان عنوان البازار والحاجات اللي موجوده فيها از دعايه يعني للبازار. ربنا يخليك ويبارك فيك كده 100 100، هي الطريقه دي اللي هنمشي بيها كل الحكايه.
هو ايه اللي 100 100؟ طب ما بالمره بقى نعمل امسكيات تتوزع في رمضان. يا سلام، بصراحه انت معاك ست ولا كل الامسكيات. قصدي ولا كل الستات. لا وانت الصادق، انا عندي 6 ستات. لا ده انا هقول لحضرتك بقى على فكره، انما ايه هايله. ايه راي حضرتك ان احنا نتفق مع شركات السياحه انها تنزل عندنا الافواج مقابل كوميشن هياخدوه من الارباح؟ لا شايفه راجل فعلا ما يجيبها الا ستاتها. كلمت المعلم خلفاوي زي ما قلت لك؟ اتصلت بيه وزمانه جاي. ربنا يستر يا رانيا، ده انا خايف يجي يولع في البازار وفينا. ده الكلام ده لو انا مش موجوده هنا. مش موجوده ايه؟ ده اذا كان دولا ما كانش قادر عليه، انت هتقدري عليه؟ ممكن تخلص وتنقطني بسكتك؟ وده من اللي قلت لك عليه. اتفضل خد الورق ده. ايه ده، انت داخله انتخابات ولا ايه؟ ده دعايه للبازار يا غبي. ياه، ايه الافكار الجميله دي؟ انا مطلوب توزعها على السياح كلها. ياه، ايه الافكار المتعبه دي؟ يلا ماشي. وما انا ولا تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. لا بتقول. انا دي بقول. بحسب. يلا قول. السلام على من يرد السلام لاحلى مدام. اهلا اهلا يا معلم خفرع، اتفضل اقعد. اتفضل، ربنا يخليكي ويبارك فيكي. الطلبيه جاهزه؟ طبعا جاهزه يا معلم، انت تقوم. ربنا يخليك، بس انا معذور شويه، ارجوكي هدفع نص المبلغ وبعدين بعد سنتين هدفع الباقيين. قصدي بعد شهرين. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا اهلا يا معلم. مين؟ المعلم خلفاوي. اهلا يا معلم خوفو. خفرع. اهلا. يبقى احلى ادائك يا اخي. اتفضل اقعد. اتفضل. الحقيقة يا جماعة أنا جمعتكم النهاردة عشان نحل مشكلة المعلم خلفاوي مع عادل. لا مؤاخذة يا مدام، الأستاذ عادل زودها معايا قوي، وبعدين أنا صاحب حق يا ناس. معلش يا معلم، أصل هو مش مطنشك، بس هو الموضوع ساعات يعني البني آدمين بتمر بظروف، والمشكلة إن شاء الله محلولة. محلولة؟ إزاي يعني؟ إحنا لينا فلوس عند المعلم خفرع، هيدفع لحضرتك جزء دلوقتي وجزء بعد شهرين. أصل الفلوس دلوقتي مع التيوس، وبالنسبة لي إن شاء الله مفيش مشكلة. بس شهرين كتير قوي يا مدام. ويمكن كمان قبل شهرين، ويمكن يومين، بعد ساعتين لما ربنا يفرجها ان شاء الله. اظن كده يا معلم احنا خرجنا خلاص بره الموضوع، ومشكلتك مع عادل اتحلت. صافي يا لبن بقى. لا 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 بلاش بلاش، اتوي. لا خلاص خلاص، ده ايه، هيفك لي الجبس ولا هيقطع رجلي يا دكتور حضرتك؟ اثبت شويه، ما تبقاش عيل. ما بقاش عيل وانا يعني عشان ابقى راجل؟ استنى يا عم محمد، وانا عشان ابقى راجل يعني يقطع لي رجلي؟ 5 دقايق من منشاره وهتخلص. بص حضرتك، انا بحب الجبس جدا، يعني يا ريت ما يقطعوش خلاص، لان انا ولفت عليه وبعدين مدفي لي رجلي يا دكتور. في ايه يا عمته؟ هما جايبيننا يا دكتور من المطبخ ولا ايه؟ اسكتي خالص، احسن لو سمعك هينشر لك رجليك كده. ينشرها؟ بس يا ريت قبل ما ينشرها يعصرها. خلاص يا سيدي، شلنا الجبس. كل كسر وانت طيب. وانت طيب يا دكتور، عقبالك كده ان شاء الله، وممكن الصبح تنزل الشغل. الف شكر. استاذن احنا بقى. اتفضل. مع الف سلامة. مع الف سلامة. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يلا قوم يا بطل، شد حيلك، الحق انقذ ما يمكن انقاذه. في يا سناء، البازار ولع ولا ايه؟ لا قصدها تقول ان مراتك عامله فيها ام العريف. جيب العواقب سليمه يا رب. والنبي يا حاجه ادعي لي. ما تلحق يا عادل تكلمها في التليفون احسن تكون باعت لك البازار. ما انا كل ما باجي اكلمها عامله لي بنضارتها كده، مش عارف اتكلم معاها في اي حاجه خالص. الله، هو انت ما تعرفش هي بتعمل ايه؟ والله يا ماما لغايه دلوقتي مش عارف، لا شفت منها الابيض ولا اسود، بس ان شاء الله ان شاء الله كله هيتعوض. يا ماما دي حد عارف يكلمها؟ اللي عامله نفسها بتعمل لي دكتوراه بنضارتها دي. انا بقى بستحلف لها. هتعمل ايه يعني؟ هجيب شوال رز من ابو زلط واخليها تنقيه. السلام عليكم.
عليكم السلام دولة حبيبي، وحشني يا دولة. ألف سلام عليك يا دولة. أهلا أهلا أهلا. والله يا دولة إحنا في غيابك ولا لنا أي لازمة. يا ابني أنت في حضوري أو في غيابي مالكش أي لازمة يا رمزي. حبيبي يا دولة. إيه البازار ده يلا؟ هو البازار ده بتاعنا ولا إيه؟ لحظة واحدة، أروح أسأل أي حد معدي بره وأجي لك في الرقرة. لا لا لا، روح أسأل وما تجيش خالص. يلا اتكل على الله. لا حبيبي اضربني والنبي يا دولة اضربني. حبيبي بصراحة يعني يا دولة الشغل في غيابك كان فريرة. قصدك ايه يعني؟ قصدك اروح اجبس رجلي تاني عشان يفضل فريرة؟ يا ريت بقى. اضرب 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 اضرب. والله مش فاهم عينيا، مش فاهم عينيا. يا غبي اسمها مش مصدق عينيا. يا الف حمد لله على السلامة يا استاذ عادل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ازيك يا معلم خلفاوي؟ اتفضل اتفضل. معلش يعني انت المره اللي فاتت لما شرفتني رجلي اتكسرت، ربنا يستر بقى المره دي. يا سيدي عفى الله عما سلف، وبعدين انا خلاص خدت حقي. خدت حقك عشان رجلي اتكسرت يعني هتتنزل عن فلوسك؟ انا مالي ومالي اتكسر، انا خدت فلوسي من معلم خفرع. المعلم خفرع ازاي ده حصل يعني؟ الست بقى، الست مراتك دي توزن دهب، ست مخها يوزن بلد، ست ذوق، امال ايه؟ مراتي هي اللي افتكرت. ما عارف دي.